منطقة حضيض السد الفاروق. كيف يعني معاناة هاي المنطقة والأشخاص المقابلين؟ والله أعاني من الحاويات، ماكو المنطقة الصراحة، يعني هسه أشوف الجامع جديد انبنى صار مكمل أوساخ يم الجامع. يعني هاي أهم نقطة، الخدمات أنه الحاويات تكون موزعة داخل الأفرع كذا، يعني مكان تصل السيارة لها. إيه. هل هذا الشيء لائق يعني نفايات؟ أكيد ما لائق، يعني بيت الله سبحانه وتعالى مسجد. هاي الموضوع ما شو اسمه المفروض ما يصير هيجي. المفروض حاويات تتكفل البلدية، حاويات ويخلون تسمه بالحاويات، وتيجي سيارة تسحب تفر الحاوية بالسيارة وترجعها بمكانها. ما تمام؟ ايه. هل من معقول يعني نفايات بباب الجامع؟ لا ما يصير، لا ما يصير. باب حوشي أنا ما أقبلها. عاد انه باب الجامع؟ ولا خير من الزبالة، هنا جت وسخين بيت الله، جامع ينبني جديد. يعني وهذا عمل يا مجازة وسخينة؟ جامع بعد جديد بعد ما حد، هو هذا عمل يا مجازة وسخينة؟ إلا غاري ده حق غادي مزابل وسخ والصيانات والفيضانات هذه. يطالبون حتى لو حاوية يجيبون؟ حاوية حيلا شي بس شي انه يمنع هذا الوسخ زي من هنا، وحتى المفروض حتى حاوية ما يخلوه هنا، خلوه يزتوه غادي.